حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رايناك تناول شيئا في مقامك ثم رايناك تكعكعت قال اني اريت الجنه فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا